سقطت منطقة العبيسة وحجور مهددة بالسقوط، حجور المحاصرة بالميليشيا والخيانات والخذلان معا. كيف تركت تواجه مصيرها وحيدة بعد 50 يوما من الصمود؟ لماذا لم يتدخل الجيش لفك الحصار عن حجور؟ أهلا بكم. فيما تتحرك ميليشيا الحوثي على بساط الخيانات والخذلان، حارب الحجوريون ببسالة منقطعة النظير. كانت اليد التي كسرت هذه القلعة الحصينة هي خذلان الشرعية وخيانة بعض القبائل. الخيانة التي تعرضت لها قبائل حجور قد تغلق باب المقاومة أمام أي محاولة لصد ميليشيا الحوثي. تتعالى الأصوات المحذرة من سقوط حجور وتدعو إلى نصرتها، لكن كما يبدو أن الشرعية غير مكترثة بما يحصل هناك. خذلت حجور، آخر معاقل الكرامة. خذلتها الشرعية والجيش لتخوض حربها منفردة ووحيدة. وقف الجيش على مرمى حجر من نصرها في حيران وحرض وأطراف مستبى، حيث تطل جبال كشر على مواقعهم يفصلها عنهم 20 كيلومترا أو يزيد قليلا. بعد أكثر من 50 يوما من صمودها في وجه ميليشيات حشدت كل إمكانياتها العسكرية ومقاتليها لإسقاطها ولم تسقط، لكن الخيانات والخذلان فعلا ذلك. ولخمسة أيام شهدت قرى منطقة العبيسة قصفا عنيفا ومتواصلا خلف وضعا مأساويا، ما دفع بقبائل حجور لإطلاق نداء استغاثة للتحالف العربي لدعمها بالطيران والسلاح. انسحب مقاتلو القبائل إلى مواقع أخرى، ومن وقعوا بيد الميليشيا طبقت فيهم آيات الحرابة والصلب والقتل كما يقول أحد أبنائها. كان لحجور أن تخوض معركتها وتضع قيادة الشرعية في مأزقها التاريخي أمام تخاذلها عن الوقوف مع قبائل حجور. قاتل الحجوريون كما قاتل أبناء عتمة والعدين والضالع والبيضاء. حجور التي خدشت هالة الميليشيا ونكست رايتها في موطنها تحاول اليوم ميليشيات الحوثي إحراقها بالنار والقذائف. يقف هادي وقيادة الجيش أمام مسؤولية تاريخية وإدانات إزاء تخاذلهم عن إسناد هذه المعركة وتركها فريسة لنقمة الميليشيا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي الذي سينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية عامر السعيدي الكاتب ومن مأرب، كما سينضم معه آخرون. مساء الخير عامر. أهلا وسهلا بك أخت آسيا. أهلا بك عامر. وأكثر من 50 يوم وحجور صامدة في وجه الحوثيين، وأكثر من 50 يوم أيضا والشرعية والتحالف يخذلان حجور، ما هو سبب هذا الخذلان من وجهة نظرك؟ في الحقيقة أن هذه الشرعية أو هذا النظام منذ أن جاء وهو يخذل اليمنيين في كل شيء، خذلهم في معركة عمران وفي معركة حجور في 2012 عندما كنا نناشد رئيس الحكومة باسندوة ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بوضع حد لتدخل الميليشيا في كشر في بداية 2012، وكانت الميليشيا تزرع 3000 لغم، لم نجد استجابة منهم جميعا، كلهم تخلى عن مسؤوليته وكلهم أغلق الأبواب أمام نداءتنا ومطالباتنا. هم اليوم يكررون نفس الكارثة التي فعلوها مع اليمنيين، من حجور إلى أرحب إلى الجوف إلى دماج إلى عمران إلى صنعاء وإلى كل مكان. هذه الشرعية وهذا الرئيس لم يحصل أن نصر اليمنيين في موقف واحد. يشعر اليمنيين بالعار كلما مر على مسامعهم اسم هذا الرئيس الذي يستغيثونه ويرفعون صوره ويهتفون باسمه، وحين يراق دمه من أجلهم لا يجدونه. هذا الرئيس الذي رفض مقابلة محافظ حجة ومدير أمنها عندما كانت تتعرض مديرية كشر للهجمات البربرية، وكان يقابل فتح بالأزرق ويكلفه بالرقابة على مؤسسات الدولة. هذا الرئيس الذي منذ أن بدأت الحرب قبل أكثر من 50 يوم ونحن نناديه ونستجديه ونستغيث به ولم يخرج حتى بكلمة ليرد التحية على
أبطال حجور الذين يرفعون اسمه وصورته وعلم بلاده منذ الانقلاب ومنذ أن فر من بيته إلى الآن فوق بيوتهم وفي طرقاتهم وفي وعلى الخط الإسفلتي الذي يقاتل الحوثي الآن من أجله ليكون خطا للإمداد إلى حرض وميدي. نعم برأيك عامر يعني لم يستجب الرئيس لمطالب الأطفال ولا لمطالب النساء ولا لمطالب عامر إذا سمحت لي، يعني هذه المفارقة التي تحدث في حين يرفع الناس صور الرئيس ويؤمنون بشرعيته حتى الموت، يعني وهم يقدمون أرواحهم في سبيل هذه الشرعية، شرعية الوطن ممثلة بوجوده، نجد من خذلان غير عادي في أكثر من محطة من محطات مسيرته. فبرأيك لما يحدث ذلك؟ يعني ما الذي سيستفيده رئيس جمهورية بخذلان منطقة كاملة تتعرض لهجوم بربري منذ شهرين تقريبا؟ هذا الشيء الذي لا يستطيع أن يفهمه أحد أو يفسره أحد. هذا الرئيس حالة مستعصية لا يمكن شرحها أو تفسيرها أو فهمها أو استيعابها. أصدر أبناء حجور بيانا منذ بداية الحرب طالبوا رئيس الجمهورية بتكليف أحد أبنائهم وتكليف أبناء حجور في المنطقة الخامسة وفي الجيش الوطني سواء في مارب أو غيره بفك الحصار عنهم، لكن الرئيس لم يستجب لذلك، ولا الحكومة ولا نائب الرئيس ولا قيادة الجيش. تركوا أمر هؤلاء الأبطال هؤلاء الأحرار بيد ناس معتوهين، ناس لم يستوعبوا أبدا المسؤولية التي تقع على كاهلهم، لم يقوموا بواجبهم الوطني والعسكري تجاه أبناء حجور، وهم يقفون على بعد أقل من 20 كيلومتر وينظرون إلى القصف وإلى القذائف الدبابات وقذائف المدفعية وهي تقصف بيوتنا وهي تقتل أبناءنا، ويسمعون حتى صراخ النساء والأطفال من أعلى الجبل الذي يربضون في أسفله. لم يتحرك للرئيس ولا قادة جيشه. أي جيش نتكلم عنه ونتباهى به منذ 2014 ونفخر به في كل مكان، وهو يخذل اليمنيين في كل معركة يحتاجونه فيها. بماذا يختلف هذا الجيش عن الجيش العائلي الذي رباه علي عبد الله صالح لثلاثين سنة، وعندما جاء وقت حاجته إليه لم يجد أحدا منه؟ نحن هذا الجيش يأكل من دمائنا ومن لحمنا ومن قوت المواطنين، وهذا الرئيس يحكم على أشلائنا ولم يستشعر مسؤولياته. نحن في أقصى الشمال الغربي لليمن، سقطت اليمن كلها وبقيت كشر، بقيت هذه المديرية وحيدة خارج سيطرة الانقلاب حتى الآن، بقيت مؤمنة بشرعية هذا الرئيس، بقي مدير المديرية وبقي القاضي وبقي الأمن وبقي كل السلطة داخلها، هي السلطة التي كلفها عبد رب منصور هادي، هذا الذي لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم الآن، هذا الذي لا يشعر بأوجاع أطفالنا ولا بتضحيات أبطالنا، هذا الذي تلكأ من إصدار قرار يكلف فيه أحد أبناء المنطقة لفك الحصار عنهم. وأنا أؤكد من هنا أنه لو كان اتخذ هذا القرار لاستطاع أبناء المنطقة من في الأسبوع الأول أن يصلوا إلى عاهم ويفكوا الحصار عن أهلهم في كشار. أنا ابن المنطقة وأعرف طبيعتها وأعرف الجغرافيا وأعرف كل شيء فيها. هي منطقة سالة وليست وعرة، ويستطيع أبناء المنطقة الالتفاف من أماكن كثيرة على الحوثيين وتحرير هذه المنطقة وفك خط لأبناء حجور. وفي حال تم فك هذا الخط هذا المنفذ كان سيستطيع أبناء حجور تحرير حرض. نعم عامر، أعتقد أنك اطلعت أيضا على وثيقة مسربة بتحريك 8 كتائب تقريبا لفك الحصار عن حجور خلال 72 ساعة، كان ذلك بتاريخ 23/2 الشهر الماضي، ومع ذلك لم نسمع بكتائب ذهبت لفك الحصار. أين توقف هذا الأمر برأيك؟ أولا هذا الأمر بمجرد أن صدر تم تسريبه للحوثيين وتم نشره لوسائل الإعلام، وفي الواقع لم تتحرك أي من الكتائب. تحركت 3 كتائب أعرف أن أحدها واحدة منها من اللواء الذي يقوده أبو عوجة في حضرموت، ووصلت 3 كتائب بالفعل إلى ميدي، ولكن قائد المنطقة العسكرية الخامسة
أخذ هذه الثلاث الكتائب ووزعها على ألوية المنطقة العسكرية الخامسة لتغطية الفراغ الذي حدث جراء الشهداء والجرحى والمرحلين، ويبرر ذلك أنه سيبدأ بتحرير حرب. هذه الكتائب التي جاءت من أجل تحرير، من أجل فك الحصار عن كشر وعن حجور، أخذها من أجل تحرير التبت نعم السوداء. الغريب عامر، يعني لما لا يتم متابعة هذا الأمر؟ أربع سنوات عن تحرير، وأيضا لحظة أيضا نعم. أبناء لحظة أيضا أبناء حجور الذين دخلوا من مارب تركوا المعسكرات وتركوا راحتهم في مارب وتركوا بعضهم زوجاتهم وأولادهم ودخلوا إلى ميدي، رموهم الآن في مدرسة في ميدي، لم يهتم بهم أحد ولم يفتحوا شهية قائد المنطقة ليستخدمهم كما استخدم الكتائب العسكرية التي جاءت لفك الحصار عن أبناء حجور. هذا القائد إن لم يقم بواجبه كان عليه أن يقدم استقالته ويشرح لأبناء محافظته وأبناء حجور نعم. الأسباب والمعوقات التي تقف أمامه، لا أن يتلكأ ولا أن يختلق المبررات والأعذار الواهية ويستمر في نعم. اسمح لي عامر فقط أن نعم. ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ علي فلات من حجور وهو قيادي في مقاومة حجور. مساء الخير شيخ علي. مساء النور. مساء النور، أهلا بك، وأود أن تنقل لنا صورة آخر المستجدات في منطقة حجور. حياكم الله. الحمد لله، آخر المستجدات أن رجالها صامدون وهممهم ومعنوياتهم عالية بعلو جبالها وصامدون صمود جبالها التوامر. حجور تواجه عدوان حوثي من ميليشيات حوثي قتلت الأطفال والنساء وفجرت البيوت على ساكنيها. حجور صمدت صمود الأبطال وقاتلت قتال الشجعان، ولا تزال ثابتة تقاتل وتقارع هذا المعتدي الباغي عليها في بلادها دون أن تعمل به أي شيء، حتى هزمته في كل المعارك التي تقاتلت معه. استعمل ضدنا كل أنواع الأسلحة التي نهبها من الدولة، استعمل ضدنا كل أنواع الأسلحة، قصف القرى بالدبابة واستعمل الصواريخ البالستية، بل أنه اليوم في العبيسة استعمل الغازات المحرمة دوليا، فجر البيوت على ساكنيها. هذا هو الواقع الذي تعيشه حجور. يحاصرها الحوثي من كل الاتجاهات الأربع، يمنع الغذاء والدواء، يمنع حتى شربة الماء أن تأتي إلى حجور في ظل صمت دولي مرهيب. منكم وعبركم في قناة بلقيس نناشد كل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات أن تنظر ومنظمات رعاية الإنسان أن تنظر لهذا الفم من البشر المحاصرين، والذي يمنع إسعاف جريحهم ويمنع علاج مريضهم ويمنع عنهم الغذاء والدواء، بل يمنع عنهم حتى شربة الماء. هذا هو الواقع الذي تعيشه حجور، ولا زالت صامدة صمود جبالها وشامخة قموخ أبطالها، تقارع الغازي وتقارع هذه الفئة الباغية التي تستعمل كل أنواع الأسلحة ضد قبائل لا يمتلكون إلا سلاحهم الفردي. نعم، إذن شيخ، ما هي صحة الأنباء التي تقول أن الحوثيون أسقطوا بعض مناطق وقرى حجور؟ لم يسقط الحوثيين أي منطقة، وإنما حدث هو خيانة من بعض مرتزقة الحوثي ومن بعض الخونة الذين باعوا الوطن. من تآمر وقطع الطريق عن العبيسة وخطوط الإمداد. العبيسة الصامدة البطلة التي قاتلت قتال الأبطال وواجهت هجومات ميليشيا عصابات متدربة بسلاحها الشخصي حتى جعلتهم كالجرذان، لكن تآمر وخيانة الخونة هي التي فتحت شهية الحوثي أن يتبجح بهذا النصر الذي لم يكن له فيه حظ، وإنما من فعل الخيانة من بعض أبناء القبائل. نعم،
إذن كيف هي معنويات أبناء حاجور في ظل خذلان الشرعية ووجود بعض الخيانات؟ والله أن هممهم ومعنوياتهم عالية تناطح الجبال التي يقاتلون عليها في ظل هذا البرد القارس الآن. وأقول أن المعركة الآن مستمرة وعلى أشدها وبكل أنواع الأسلحة، لكن الله حسبنا ونعم الوكيل. نحن الآن في أشد الوبت في المعركة، فهي مستمرة في المنطقة الجنوبية ومستمرة في المنطقة الشرقية بكل أنواع الأسلحة والمواجهة من منطقة الصفر، من نقطة الصفر بين أبطالنا وبين الغزاة المعتدين وميليشيا الحوثي المعتدية. وأقول منكم وعبركم نناشد التحالف العربي الذي نقول له مشكورا في كل ما قدم من دعم ونطالبه بالمزيد، كما أننا نناشد رئيس الجمهورية ونائبه وحكومته ونشكرهم على ما قاموا به من جهود، ونناشدهم مناشدة الشعب للحكومة، نناشدهم بالمزيد، نناشدهم من الوقوف مع حجور التي ضربت أروع الأمثلة، كما أننا نتقدم بالشكر الجزيل للقائد البطل قائد المنطقة الخامسة الذي يتواصل معنا على مدار الساعة ويبذل معنا كل الجهود. وحقيقة لا ينكرها ولا ننكرها نحن في الميدان أن هذا القائد قائد المنطقة الخامسة هو من يتواصل معنا وهو من يقف معنا وهو من يدعمنا، لكن هذا الدعم نحتاج إلى المزيد. حجور الآن منكم أقول وأكررها، نناشد مركز الملك سلمان والمنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة أن حجور محاصرة من كل الاتجاهات، وأن الحوثي في الأسابيع الماضية بدأ بمنع حتى الغذاء والمواد الغذائية يمنعها من الوصول إلى حجور. فمنكم وعبر قناتكم المباركة نطالبكم بنشر كلامنا وإسماع صوتنا إلى العالم الذي يتفرج ويتبجح بحقوق الإنسان، لكننا لم نسمع منه أن يقول كلمة حق عند هذه العصابة المعتدية. إذن شيخ نعم، إذن ما هي رسالتكم التي تودون توجيهها لرئيس الجمهورية ولعلي محسن أيضا نائب الرئيس في ظل هذا الوضع الذي تمرون به؟ والله رسالتنا ونحن نقولها لرئيس الجمهورية ولنائبه حفظهم الله ولحكومته، نحن نقاتل من أجل الجمهورية، نحن نقاتل من أجل تحرير هذا الشعب من هذه العصابة، فواجب عليكم الوقوف معنا وإسنادنا، ونناشد الجيش الوطني بفك الحصار عنا، وله القدرة الجيش الوطني له القدرة بفك الحصار عنا من منطقة التي لا يفصل بيننا وبين الجيش الوطني إلا 20 كيلو، وهذا عار عليه وعيب على الجيش الوطني أن نبقى محاصرين وأن تستعمل ميليشيا الحوثي ضدنا كل أنواع الأسلحة المحرمة دوليا. وهو نعم، لماذا لم يتم إمدادكم بالكتائب التي تم الحديث عنها؟ كان هناك 8 كتائب يفترض أن توجه إليكم، وكما يعني قيل وتحدث معنا أيضا ضيفا عبر الأقمار الصناعي عامر السعيدي بأن قائد المنطقة الخامسة وصلت إليه 3 كتائب وعاد توزيعها لديه، يعني لم يتم إيصالها لديكم رغم أن الأمر كان واضح بفك الحصار عن حجور خلال 72 ساعة. والله بالنسبة لهذا السؤال يقدم لوزير الدفاع، أين صارت تلك الكتائب التي سمعنا عنها في الإعلام ولم نراها في الميدان؟ نعم. هذا السؤال يوجه لوزير الدفاع. أما بالنسبة لقائد المنطقة الخامسة فأنا أقول أنه هو الذي يتواصل بنا وهو الذي يقف معنا وهو الذي يدعمنا بما استطاع، فله منا كل الشكر بدل المستطاع، ونطلب منهم المزيد. الجيش الوطني والحكومة يستطيعون فك الحصار عن حجور، يستطيعون فك الحصار، فلا يخذلونا، فإن خذلونا فإننا سنقف نحن وإياهم وسيكتب التاريخ عن خذلانهم لنا. نحن نقاتل من أجل الجمهورية، من أجل الحرية، من أجل العزة، من أجل الكرامة. القيادي نعم، لا نقاتل ولا فخرا. القيادي في مقاومة حجور علي فلات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من حجور. عودة إليك عامر. عامر يعني
يتحدث عن جهود قائد المنطقة الخامسة ودعمه لهم وتواصلهم الدائم بهم، ولكن يعني الدعم لا يكفي يعني المعركة، هناك مطالبة بالمزيد، كيف ترى الأمر أنت من وجهة نظرك؟ أولا أوجه تحية خاصة للقائد المغوار الأستاذي وخالي العزيز علي فلات، وأعتب عليه وعلى شكره هذا. إن كانت رسائل الواتساب تستحق الشكر فإن هذه كارثة، كارثة عليه كقائد وزعيم لهؤلاء القبائل، وكارثة على أبناء حجور. هذا وإن كانوا يتوقعون أن قائد المنطقة أن الإنزالات الجوية وأن قصف الطيران وأن بعض الدعم اللوجستي الذي يصلهم هو مكرمة وتفضل من قائد المنطقة أو أنه يدعي ذلك، فهم أيضا منخدعون به. رسائل الواتساب لا تصنع قيادة، وأيضا تناقضه في قوله في شكره لقائد المنطقة العسكرية وقوله أنه من العار على الجيش الوطني الذي يستطيع أن يفك الحصار عنهم في حرب وما زال صامتا. هذا التناقض العجيب أيضا يثير كثيرا من الأسئلة حول قائد المنطقة هذا. هذا القائد الكبير الذي يقود منطقة من 4 محافظات لم يهزه دماء الأبطال في حجور، وعندما سألنا أين هو وطالبناه بالتحرك يحرك علينا كتائبه الإعلامية بدل أن يحرك الكتائب والجنود لفك الحصار عن أهلنا. ما هو تفسيرك عامر؟ اسمح لي. نعم. وبأقاربي واشتكي. ما هو تفسيرك لعدم تحرك المنطقة الخامسة أو تدخلها يعني لفك الحصار؟ يعني حجور تتبع المنطقة الخامسة، ويفترض كواجب وطني وقسم تم تأديته أن تعامل حجور مثل بقية المناطق وأن يتم الذود عنها، فلما هذا الخذلان؟ ما هو تفسيرك يعني المنطقي لما يحدث؟ قبل أن أقول تفسيري ورأيي في ذلك، دعيني أقول رأي قائد المنطقة العسكرية الخامسة في اجتماع جمعه مع مشايخ حجور المتواجدين في السعودية ومدير مكتب الأمير تركي بن فهد قائد العمليات المشتركة، وضع أبناء حجور أفكارا كثيرة لفك الحصار عن أهلهم، هذا في بداية الحرب. وقام قائد المنطقة يبرر أن كل تلك الأسباب وكل تلك الخطط التي عرضوها مجرد وهم، وقال مبررا أننا إذا تقدمنا وانكسرنا وفشلنا فسوف تنكسر القبائل، وقال أنه يحتاج إلى 4 ألوية لتغطي بدل الألوية العسكرية 9 التي ترابط في مساحة محدودة على الحدود السعودية، وقال أنه أيضا لن يسمح لأي قائد أو أي أحد أن يقود أي عملية عسكرية لفك الحصار عن حرض، لأن ذلك يقع ضمن مسؤولياته عن حجور، لأن ذلك يقع ضمن مسؤولياته ومهامه، ولكنه لم يفعل شيء من أجل ذلك، لم يطلق حتى طلقة في الهواء، لم يحرك إلا الكتائب الإعلامية لتخوين من انتقدوه وطالبوه بفك الحصار عن أمهاتهم وأخواتهم وأهلهم. هذا القائد أنا لا أحمل أي عداوة شخصية له، وكنت من الذين أكثر الذين دافعوا عنه عندما صدر القرار الجمهوري بتعيينه قائدا للمنطقة، وكتب عنه كثير من الشباب وأساءوا له، وكتبت ودافعت عنه وقلت إنه إنسان شجاع ومقاتل وهو كذلك أيضا، لكن حسابات أخرى دخلت في الحسبة، حسابات مناطقية وحسابات سياسية وتنافس بين قادة الجيش وطمع وأشياء كثيرة لا نود الإفصاح عنها. هذا القائد عليه أن يدحض كلامنا وأن يكسرنا ويرد علينا بتحرك الجيش لا بالردود على مواقع التواصل الاجتماعي. عندها سوف نوجه له كلمة الشكر ونرفع صوره على هاماتنا وعلى جدران بيوتنا ونسمي أبناءنا باسمه، أما أنه يتكلم ويحتشد ويحرك جيشا وكلابا مسعورة لنهش لحومنا واتهامنا بالارتزاق وأننا مأجورين وأننا نتبع هذا أو ذاك وأننا نخدم الحوثي، وهو لم يطلق طلقة واحدة، وهو يقف على حدود مستبا، وهو في بعض قرى مستبا في مثلث عاهم، ومع ذلك عاد عشرات الكيلومترات من قرب حرب
ليحرر تبت السوداء. أي جيش هذا؟ وكيف نشعر بالفخر له؟ أنا الذي تغنيت بالجيش الوطني وكتبت فيها أروع القصائد، وأنا الذي امتدحته وامتدحت هذا القائد وكثير من القادة الشجعان. يحيى صلاح هذا شارك في حرب 2011 في كشر، ويعرف أبناء حجور، وكان أقل شيء وفاء لشراكته في الحرب، ووفاء لأبناء حجور وليقفه معهم، وللأكل والعيش والملح الذي أكله معهم، وللتضحيات كان يجب أن يتحرك. نعم، إذن عامر يعني أود أن أنوه فقط، ما الذي يمنعه وما الذي يعيقه وما الذي يقف دون فك الحصار عن حجور؟ نعم، أود أن أنوه لك وللسادة المشاهدين أيضا أنه يعني للمهنية حاولنا التواصل بالناطق باسم المنطقة الخامسة بندر المهدي لكي يتحدث معنا حول هذه الأمور والإشكالات، لكنه اعتذر بأنه مشغول ولا ندري بماذا مشغول في هذه الساعة. إذن عامر يعني من خلال تواصلك مع معارفك الذين هم في حجور، كيف هو حال المدنيين نساء وأطفال وكبار في السن لا يشاركون في هذه المعركة ولكن بالتأكيد سيتأثرون بها أيما تأثير؟ حال المواطنين والنساء والأطفال بشكل خاص حال سيء. وصلتني اليوم رسالة من أخي وهو في الجبهة وهو يشارك الحرب، رسالة مؤلمة كسرت قلبي، كسرت معنوياتي. أنا الذي منذ شهر ونص أنبح كالكلب من أجل هذا الجيش التافه الذي لم يحرك ساكناً. المدفعية والدبابات تضرب اليوم من على جبل الخدلاني ومن العبيسة على قرانا غرب كشر، نحن أقصى غرب كشر، والحوثي يحاول أن يصعد إلى جبل طلان وإلى مركز المديرية. الناس النساء الأطفال هنالك فيديوهات لدينا لحالة مرعبة وحالة مهولة، حالة إنسانية غير عادية. أود أن أشير هنا إلى أن النازحين كلهم من أبناء المديرية من العبيسة ومن جنوب كشر ومن غيرها، كلهم يتواجدون في هذه المنطقة التي يقصفها الحوثي، التي كانت الملاذ الأخير لهم، والذين لا يجدون الآن طريقا للنزوح ولا 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 مكانا آمنا أخيرا يهربون إليه. هذه المنطقة التي احتضنت النازحين في منطقتي ومنطقة الشيخ علي فلات ومناطق كثيرة غرب كشر فيها النازحون، هذه الآن المناطق تتعرض للقصف بالدبابات والمدفعية، ووصل إليها صاروخ باليستي قبل أيام، وهي المنطقة التي الآن باقية وصامدة تواجه الحوثي بعد أن سيطر على النصف الشرقي من المديرية. سقطت العبيسة نعم، لكنها سقطت بقوة النيران والتي أحرق بها الأرض في العبيسة، وأيضا بتواطؤ الحوثيين، ولا نقول خيانة، هم حوثيين، هم قادة مع الحوثي، اشتروا ولاءات ووزعوا الأطقم ووزعوا الأسلحة ووزعوا الأموال في حين قابت الشرعية، في حين خذلت الشرعية هؤلاء الناس. نعم. الناس هؤلاء كانوا أغلبهم كان كل أبناء كشر ضد الحوثي. نعم، ربما الاطلاع أكثر على حال المدنيين. دعنا نستضيف معنا هادي وردان وهو ناشط حقوقي عبر الهاتف من مأرب. مساء الخير أستاذ هادي. الخير. أود منك أستاذ هادي أن توضح لنا صورة الوضع الإنساني في حجور. نعم، الوضع الإنساني في حجور لا يخفى على أحد. الوضع الإنساني، المنطقة هذه تعيش حرب إبادة، تعيش حرب يعني بشتى أنواع الأسلحة، تتلقى الغارات المختلفة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي. هذه المنطقة تعيش منذ شهرين وأكثر حصار مطبقا من جميع الجهات، يعانون عدم دخول المواد الغذائية والدواء، يعانون من إسعاف المرضى. هذه المنطقة أصبحت الآن تباد، أصبحت محرقة للحوثيين. الحوثيين يحرقون أهالي العبيسة وفي مديرية كشر. الحوثيين يستخدمون الصواريخ البالستية، استخدموا القنابل المحرمة دوليا السامة، استخدموا مختلف الأنواع من الأسلحة الثقيلة والخفيفة. الحوثيين يقومون بتصفية عرقية، تصفية يعني قدرة بحق أبناء حجور. الحوثيين يستخدموا كل ما يمكن أن يقال في حق أبناء حجور. هذه حرب يعني شنتها ميليشيا الحوثي، ليس لها أي هدف سوى إذلال وإخضاع الناس
واخضاع القبائل الذين رفضوا قبول المشروع الحوثي، وهو ما ضاعف من حالة الوضع الإنساني لدى الناس. هناك نساء مصابات بهلع وفزع، هناك أطفال يعانون من حالات نفسية، هناك وضع إنساني مأساوي، هناك جراحات عنيدة، هناك حالات نزفت حتى الموت، هناك يعني وضع مأساوي جدا لا يمكن أن يتصور. إذن في ظل هذا الوضع الحرج أدير وضع مأساوي. نعم هذه في ظل هذا الوضع الحرج، هل هناك أي يعني حملات أو جهود إغاثية للتخفيف من هذا الوضع الإنساني الكارثي؟ للأسف كنا نعمل أن نسمع صوت المنظمات التابعة للأمم المتحدة، أن يكون لها صوت وأن يكون لها حضور فيما يحصل لأبناء الشرب. برأيك لما لم يصدر لها صوت حتى الآن؟ يعني هل يعني الجميع يتساءل فعليا يعني كيف يصيح الناس لمجرد تحرك بسيط في الحديدة والكارثة الإنسانية التي تهدد المنطقة وما إلى ذلك، ولكن في حجور يعني منطقة محاصرة منذ شهرين ولا يتحدث أحد من هذه المنظمات لا المحلية ولا الخارجية، لم يوصل أحد رسالة هؤلاء إنسانيا، لماذا؟ معركة حجور كشفت القبح، كشفت الوجه القبيح لدى هذه المنظمات التي تتطهر بإنسانيتها، التي أفقدت الحياة وأفقدت عملها الإنساني المهني الذي يجب أن تكون عليه. يا أختي العزيزة، هذه المنظمات لا تعمل إلا في النطاق الجغرافي الذي ترسمه لهم ميليشيا الحوثية. هذه المنظمات هم عبارة عن موظفين يتبعون ميليشيا الحوثي، وفي الظاهر أنهم يلتزمون الحياد وأنهم يعني يقومون بعمل إنساني، وأنهم لكن للأسف الشديد مخازنهم تم ممتلئة بجميع مختلف المواد الغذائية، إلا مديرية كشر ومناطق حجور محرومون من هذه المواد الغذائية، وأصبحت حجور تشكو للدواء، تحتاج إلى ما يمكن أن يصلهم من المواد الغذائية، سوى ما قام به يعني بعض الإغاثات التي كانت تحالف عبر الإنزال المظلي، وهي كميات لا تكفي، سواء بعض يعني لا تكفي بحجم الكارثه، بحجم المصيبه الواقعه لابناء حجور. ابناء حجور هذه منطقه كبيره اغلب السكان اصبحت الان تباد جماعيا، اصبحت الان البيوت تفجر، الطرقات تفكر، المواطنين يتم قنصهم من بعيد، لا يميزون بين طفل ولا امراه ولا شيخ ولا مسالم ولا محارب، الحوثيين يبيدون بشكل جماعي. هناك انتقام، هناك حرب يعني إبادة، يمكن أن تقال بمختلف يعني اللغات أن هناك حرب إبادة جماعية تشنها ميليشيا الحوثي في ظل الصمت الدولي أو في ظل صمت الأمم المتحدة، التي لم تبادر، لم تقدم حتى الصليب الأحمر، أو لم تقدم حتى لإجلاء الجرحى، لإجلاء الضحايا، لم تقوم حتى بدور فتح ممر آمن لإنقاذ النازحين أو لخروج النازحين. النازحين في مدينة كشر يعيشون وضعا إنسانيا مختلف ليس كغيرهم من النازحين في بقية الحروب، لا يستطيعون النزوح، منعوا حتى من الخروج، منعوا حتى أن يعودوا إلى أن ينزحوا إلى مكان آمن، كلما نزحوا إلى مكان تم استهدافهم، لأن الحوثيين محاصرين للداخل والخارج. المنطقة تشهد حربا ضروسا في ظل الصمت الذي لا مبرر له من قبل المنظمات ومن قبل الأمم المتحدة. ندعو من خلالكم المعنيين في حقوق الإنسان في العالم، ندعو الشرعية، ندعو التحالف العربي، ندعو الأمم المتحدة، ندعو ممثل المبعوث الأممي إلى اليمن أن ينظروا إلى ما يحصل في مديرية كشر وفي مناطق حجور، ينظروا إلى هذه الحالة الإنسانية، هناك وضع إنساني لا يمكن تصوره، هناك حالات يعني تموت، هناك أطفال يموت. برأيك أستاذ هادي، أين دور الحكومة والتحالف في هذا الوضع الإنساني الحرج؟ هذه المنطقة تعيش في منطقة هي تحت سيطرة الحوثيين، وفي نطاق جغرافي تحت سيطرة الحوثيين، لا يعني ليست في نطاق بالإمكان أن تكون تصل إليهم الحكومة سواء ما تقوم به طيران التحالف. للأسف الشديد الدور الذي الحكومي أو الدور الرسمي لم يعطوا كشر حقهم، لم يكونوا بالدور المطلوب في 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 مناصرة وفك عن أبناء حجور. هناك قصور كبير جدا نحمل من خلالكم الشرعية، نحمل رئيس الجمهورية، نحمل الذي للأسف الشديد لم نرى لهم لا موقف عسكري ولا موقف سياسي، لم عجزوا عسكريا الأصل أن يدعوا الأمم المتحدة أن يقدموا مناشدة إلى هيئة الأمم المتحدة، إلى 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 جهات الإغاثة، أن يقوموا بعمل. نشعر أننا أمام دولة، أنا لم نسمع أي صوت الآن رسمي يعني يتحدث عن حالة حجور وعن وضعها المأساوي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك هادي وردان الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك عامر.
عامر، يعني ما هو تعليقك على هذا الأمر أيضا؟ لا أحد يتحدث عن معاناة حجور الإنسانية، لا منظمات دولية ولا منظمات محلية، ولا كأن هناك بشر يتعرضون لكل هذا الأذى والحصار. ما هو تعليقك؟ هذه قضية أسقطت كل الأقنعة، وكأنها قدر، كأنها ليست قضية إنسانية عابرة. هذا قدر كشف لنا الوجه الحقيقي للجيش الوطني وللرئيس وحكومته وللمنظمات المجتمع المدني وللناشطين وكثير من الأوجه أيضا. هذه القضية تتجاهلها المنظمات، لأن أغلب المنظمات هم ضمن لوبي يخدم الحوثي، يعمل داخل المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، وهم أيضا الذين يعملون على طمس جرائم الحوثي. ولو كانت هذه مديرية باد، وعندما دخل أبناء تعز إلى قرية سراري التي تحولت إلى موقعا عسكريا للحوثيين، حولوها إلى قضية دولية ووصلت إلى مجلس الأمن وإلى منظمات حقوق الإنسان في العالم كله، والآن مديرية كاملة تتعرض للدمار والحريق والقصف والحصار، ولم نسمع صوت لهؤلاء. هؤلاء هم مجرد شقاه مع عبد الملك الحوثي ومشروعه السلالي. وبالمناسبة أشير إلى ما وصلتني الآن، أن الحوثي يشن هجوما عنيفا على جبل جمانة جنوب كشار وما حوله، وأن الاشتباكات مستمرة وعنيفة من مغرب حتى الآن على جمانة والعرام وبني رسام، ومع ذلك أبطال كشر ثابتون في الجنوب المديرية وثابتون حول مركز المديرية وأعلى جبل طلان، ولا زالوا ثابتين إلى أن يسقط آخر رجل يستطيع أن يحمل البندقية. لن نسلم للحوثي رقابنا ولن نسلم للحوثي أرضنا بعد أن نباد سوف يستطيع أن يسيطر على هذه الأرض. هنالك نضال لم يشهد له اليمن طوال السنوات المئة الماضية مثيل، نضال بالأسلحة الشخصية يقوم به أبناء حجور ويسطرون أروع الملاحم، حتى النساء وحتى الأطفال يشاركون في هذا النضال برباطة جأشهم وصبرهم على وضعهم الإنساني وفقدان مدارسهم وغيرها. نحن لا نطالب من الرئيس ولا من الحكومة ولا الجيش ولا النائب أن يناشدوا الأمم المتحدة وأن يتكلموا عن قضيتنا الإنسانية. نطالبهم بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المواطن وحمايته وفك الحصار عنه. لو كانت كشر اليوم بعيدة عن الجيش الوطني لعذرناهم ولا التمسنا لهم العذر، لكنهم يقفون أمامها، يقفون على بعد كيلومترات منها ولم يتحركهم، لم يقدم عامر مسؤول أيضاً واحد اعتذاره وأسفه على ما يحصل أو استقالته. نعم عامر، أيضا يعني الغريب أيضا أن المبعوث الأممي إن صح لي القول بلع لسانه فيما يحدث في حجور. يعني نعلم تماما أن اتفاق ستوكهولم كان كل محوره هو ميناء الحديدة. هل يعني حجور بعيدة عن الأطماع الدولية لذلك لا أحد يتحدث عنها؟ ما هو تفسيرك لهذا الأمر؟ حجر لو جئنا نحسب المسألة جغرافيا هي أقرب إلى الحديدة من حجة، وهي كانت في دول ماضية تابعة للحديدة، وكان يجب أن تكون الحرب متوقفة في كل مكان ويشمل ذلك حجور. لكن للأسف الشديد الحوثي يشن هجوماته، وكل ليلة نسمع في الأخبار أن الجيش الوطني صد هجوما وأفشل تسللا، وأيضا معركته الأساسية التي سحب المقاتلين فيها من كل الجبهات ليخوض بها الحرب في حجور، ومع ذلك الشرعية موقفة أوقفت كل الجبهات بناء على اتفاق ستوكهولم هذا الذي يتحدثون عنه. إنه اتفاق لتمكين الحوثي، اتفاق لتسليم مدينة الحديدة للحوثي. عندما تقدمت المقاومة بمسمياتها ومختلفاتها ومن يقف خلفها باتجاه الحديدة جاء اتفاق ستوكهولم. لكن لماذا تقف جبهة نهم لا تتحرك إلى صنعاء؟ لماذا تقف جبهات الجوف ومأرب وصرواح وتعز وغيرها؟ لماذا لا يحرر تعز؟ لماذا لا يضغطوا على الحوثي في الجبهات حتى يخفف من الضغط على كشر، ويتحركون بالجيش الوطني من ميدي الذي تحول إلى حرس حدود لا جيش لحماية بلاد؟
لماذا لا يحركونه؟ وعندما يتكلم العالم عن تحريك الجيش وعن القتال في الجبهات، عندها تقول الحكومة أن اتفاق ستوكهولم إما أن يشمل الجميع وإلا فلا، أما الحديدة وحدها فلا. لكن الحكومة، وعندي معلومات مؤكدة، الحكومة ومن خلفها دول التحالف يضغطون على هذه الشرعية التائهة التي لا تعرف ولا تدري ماذا تريد، يضغطون عليها من أجل توقيع اتفاق الحديدة وتقديم تنازلات بلا مقابل، بلا حتى طلب واحد يضغطون فيها على الحوثي الانسحاب من كشار. نعم. إذن لو سألتك عامر حول مسألة من يتهمون من يتحدث عن حجور مثلك مثلا، أكيد واجهت كثير من الهجوم بسبب موقفك، بأنك يعني تنهي المعنويات العالية لمن يقاتلون في حجور وتلك المناطق، أن الحديث عن الهزائم في ظل بقاء المعركة هو محبط لمن يعني للمقاومة ولمن يحاول أن يتصدى لهذا الهجوم، ما هو رأيك أو كيف ترد؟ أولا هؤلاء أهلي وأنا أعرفهم وأعرف ما الذي يعنيه صمودهم. هؤلاء أبطال لا يكترثون للخطاب الإعلامي الذي نقدمه. هم يعلمون أنني من باب الحرص والحب والوفاء ومشاركتهم معركتهم أقوم بما أقوم به. أنا لا أخوض معارك عبثية، أنا أطالب بما أطالب به من أجلهم، وحين أتكلم من أجلهم كلهم، عندما أساء لي المكتب الإعلامي القائد المنطقة العسكرية، كل أبناء وأغلب أبناء حجور الناشطين على شبكات التواصل دخلوا إلى صفحتي وقالوا أنني أمثلهم وأمثل صوتهم وأن هذا رأيهم وأن هذه مطالبهم وأن هذه قلقهم وتخوفاتهم من هذا الجيش الذي خذلهم. أنا 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 أقوم بواجبي وأخوض معركتي الإعلامية التي لا تقل أهمية عن دورهم ومعركتهم التي يحملون فيها السلاح. لن تؤثر عليهم الأخبار، ولن تؤثر عليهم الكتابات البكائية، ولا الانفعالات التي نتحدث بها، ولا تشنجاتنا، ولا انهيارنا أحيانا. هم يقاتلون بعيدا عنا، بعيدا عن أفكارنا وبعيدا، لكنهم أيضا بحاجة إلى هذا الصوت، بحاجة إلى من يتكلم عنهم ويدافع عنهم ويطالب بحقوقهم، لا من يدافع عن القادة والمسؤولين والرئاسة والحكومة وعن الجهات الرسمية التي يجب أن تقوم بواجبها. ما الذي ينتظرونه منا؟ نحن شعب، نحن مواطنون، نحن كتابا لا نمتلك إلا الكلمة. هل يريدون منا أن نصفق لهم وأن نبرر فشلهم وتخاذلهم وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم؟ هل يريدون منا أن نمسح ونلمع بياداتهم العسكرية وبدلاتهم الرسمية بدماء أهلنا؟ لن يجدوا منا ذلك. سوف نتصدى ونقف لكل مسؤول ولكل من حاول أن يفشل أو يعيق أو يسيء أو يتخاذل مع أبناء حجور ومع أبناء كشر بالذات، الذين يخوضون معارك الجمهورية، معارك الشرف والرجولة والفداء، الذين ظلوا طوال فترة الانقلاب شامخين كالجبال، رفضوا هذه الدولة التي استولت على اليمن كاملة في أسبوع وأسقطت صنعاء في ليلة ودمرت مديريات ومدن كثيرة في وقت قياسي، وصمدوهم وحدهم منذ 2011 ومنذ 2014 ومنذ 50 يوما، وما زالوا صامدين وما زالوا يناضلوا. وإني أقول من هنا لكل أبناء حجور الذين أربكتهم المعركة الأخيرة في العبيسة وتساهلوا أو تخاذلوا أو فرطوا وسمحوا للميليشيا بالمرور من مناطقهم وقراهم، هؤلاء ليسوا خونة. وهؤلاء إذا أطلق الجيش الوطني طلقة واحدة وتحرك مترا واحدا في مستبع فسوف يستعيدون معنوياتهم، ولكنهم أصابهم الإحباط من تخاذل الجيش الوطني، أصابهم الياس. انتظر أبناء كشر، حتى المتحوثين، حتى الحوثيين، لا أقول المتحوثين، من أبناء كشر تواصلوا معي وكانوا يبررون انحيازهم للحوثي أنه من أجل صالح المديرية، وهم يقطعون الطريق أمام بين قرب المديرية وشرقها. كلهم أصابتهم نوبة من الخوف والهلع. نعم عامر، إذن أرادوا
أن يقفوا ضد الحوثي إذا كانت للجيش تقدم. نتمنى أن نكون أيضا قدمنا، لكنه تراجع للخلف إلى التبت السوداء. عامر، للأسف الشديد لم يعد لدي المزيد من الوقت، يعني نحن سنكون أيضا مع حجور ومع كشر ومع كل المناطق التي تقاوم إعلاميا بما نستطيع أن نقدمه. شكرا جزيلا لك الكاتب عامر السعيدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا بأمان الله.